مدة الوقت المستغرق لمضاعفة الحالات بين المواطنين خلال الشهرين الماضيين تراوحت بين 27 يوم إلى 11 يوم. على سبيل المثال، في تاريخ 13 يونيو بلغ الوقت المستغرق لتضاعف الحالات 11 يوم فقط، وهذا يعكس انتشار متسارع للفيروس بين المواطنين، ويعزى ذلك إلى عدم التقيد بالتدابير الوقائية والإرشادات الموضوعة لحفظ سلامة الجميع. ننتقل معكم إلى المؤشر الثاني، وهو نسبة الحالات القائمة الجديدة مقابل الحالات المتعافية. يتم النظر أيضاً في عدد حالات التعافي مقارنة بعدد الحالات القائمة الجديدة، حيث أن من الممكن أن تكون بدرجة 1:1. أما في حالة تزايد أعداد الحالات القائمة بالنسبة للحالات المتعافية وتجاوزها لعدد 1:1، فإن ذلك يعكس الانتشار الأوسع أيضاً للفيروس. في الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية تراوحت نسبة الحالات القائمة بالنسبة للحالات المتعافية ما بين 0.8 إلى 1.6%. وبناء على ذلك ينصح بالالتزام والحيطة والحذر واتباع جميع الإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الفيروس والتغلب عليه في أسرع مدة ممكنة. ننتقل إلى المؤشر الثالث، وهو معدل النتائج الإيجابية من إجمالي عدد الفحوصات اليومية. أحد المعايير الأساسية هي نسبة النتائج الإيجابية، أي الحالات القائمة من إجمالي عدد الفحوصات، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية أكثر من 5% من العدد الكلي للفحوصات. الأسابيع الماضية تراوحت نسبة الفحوصات الإيجابية من العدد الكلي في مملكة البحرين ما بين 5.7% إلى 9%. يدل هذا المؤشر على ثبات في الانتشار، ويذكرنا بمسؤوليتنا الفردية وأهمية الالتزام الكامل بالتعليمات، وذلك لنتمكن من التصدي للفيروس والحد من انتشاره. ننتقل إلى المؤشر الرابع، وهو رقم التكاثر الفوري التقديري الـRT. معدل التكاثر الفوري يعرف بعدد الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإصابة بالفيروس من حالة قائمة واحدة، والعدد R1 عندما يذكر يعني أن الشخص ينقل الفيروس لشخص آخر فقط. لكن على أساس نفهم R1 نضرب مثال بالR4. إذا استخدمنا الرقم 4 يعني أن الشخص ينقل المرض إلى 4 أشخاص، والأربعة كل شخص منهم ينقل العدد إلى 4 فيطلع المجموع 16، وهذا يبين مدى سرعة الانتشار. فكلما زاد الرقم R1 يبين سرعة الانتشار. في الأسبوعين الماضيين تراوحت نسبة معدل التكاثر الفوري في مملكة البحرين ما بين 1.3 إلى 1.8%. يجب أن نصل إلى النسبة إلى أقل من 100 من 1:1، وذلك لنتمكن من تجاوز هذا التحدي بنجاح. ولن نستطيع هذا إلا من خلال الالتزام والتزام الجميع وتحمل هذه المسؤولية. المؤشر الخامس والأخير، وهو الطاقة الاستيعابية والطاقم الطبي. مع الإجراءات الاستباقية لفريق البحرين بقيادة سيدي سمو ولي العهد، تم توفير أسرة بعدد كافي في المستشفيات للعناية المركزة، وكذلك لاستقبال الحالات القائمة.